النزاع القائم في تيغراي منذ عام 2020 يبدو أن هناك محاولات قوية لإنهاء هذا النزاع، فبدأت المحادثات بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي وأولها في 2 نوفمبر في جنوب أفريقيا، واتفق الجانبان على وقف الأعمال العدائية والخطابات التي تنم عن الكراهية ودخول المساعدة الإنسانية والطبية في أسرع وقت على حد خطاب تشردة في جنوب أفريقيا. Making peace obviously has proved more difficult and more intractable and elusive than presiding over the killing and destruction. أؤكد أن العمل من أجل السلام أصعب وأعقد بكثير من بدء الحرب في السنتين الماضيتين. أدت الحرب في بلادنا لقتل النساء والأطفال وتخريب الممتلكات وفقدان أرواح الآلاف من الأبرياء. وفي نفس الوقت كانت أثيوبيا تحسن اقتصادها، لكن بسبب الحرب أدى إلى انهيارها وأصبح سببا لمعاناة ومأساة شعب تيغراي. شعبنا لم يقتل فقط بالرصاص، بل وأيضا بفقدان الأطعمة والأدوية. رغم جميع ما حصل لنا، هذه المشاعر المختلطة من فتحهم الحرب علينا، لكن نحن جاهزون لإيقاف الحرب، ومجيئنا إلى هنا ليس من أجل شعب تيغراي فقط، بل لإراحة شعب أثيوبيا. To make sure that the agreement they have signed is implemented and in a manner that satisfies the interest of our people. وفي 7 من شهر نوفمبر وبعد 5 أيام من توقيع الاتفاقية، أصدر الاتحاد الأفريقي بيانا بشأن اجتماع كبار القيادات العسكرية من أجل تطبيق اتفاقية وقف الأعمال العدائية بين الحكومة الأثيوبية الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي. صرحت أنها عقدت اجتماع القيادات العسكرية عقب توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية بين كلا الطرفين، وأضافت أن المتوقع أن تكون نتيجة هذا الاجتماع توفير طريقة للوصول الفوري للمساعدة الإنسانية وأيضا استعادة الخدمات الأساسية إلى إقليم تيغراي، وأيضا على التزامهم المستمر لتطبيق اتفاقية الصلح كجزء من الجهود المبذولة لإنهاء النزاع وإعطاء السلام فرصة. وقالت المنظمة أن الاجتماع يسير من قبل الممثل الأعلى للقرن الأفريقي في الاتحاد الأفريقي والرئيس النيجيري السابق أوليسيغون أوباسانجو، وأيضا الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، ونائب رئيسة دولة جنوب أفريقيا السابقة بومزيلي ملامبو أنكوكا. As President Obasanjo has just said, indeed, it is a meeting of colleagues, colleagues who know each other, and colleagues who I am certain at the conclusion of this process will be colleagues who will be working together for the betterment of their country, for the betterment of Ethiopia, for the benefit of our region, and ultimately join us all in our struggle to make Africa a better place and to end and silence the guns permanently so that we can focus on the well-being of our people. There are a number of things that need to be done which are stipulated in our agreement. The provision of services is one thing, and the more services there are, the more confidence there is, the more communication there is, and the more hope and expectation it instills in the people's mind, and that will further consolidate the peace we are trying to put in place. So, like I said, we are committed to honor the commitments we've made, but more importantly, we leave to Tadis and Brahanu to figure out how to implement the agreement we have reached. وفي 12 من شهر نوفمبر تم التوقيع على اتفاقية من قبل القادة العسكريين من الطرفين، وقال الاتحاد الأفريقي بأن التوقيع كان بشأن وقف الأعمال العدائية ودخول المساعدة الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية إلى سابق عهدها، وتسليم الأسلحة إلى الحكومة الفيدرالية الأثيوبية وحماية المدنيين من أي جهات مسلحة في إمكانها أذيتهم، وحماية النساء والأطفال وأي نوع من أعمال العنف سيقابلها العديد من العقوبات الشديدة، وإخراج القوات المسلحة الأجنبية. Excellencies, ladies and gentlemen, based on the agreement reached in Pretoria, South Africa. السيدات والسادة، بحسب الاتفاقية الذي بدأت في مدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا من أجل إحلال السلام وإيقاف الأعمال العدائية، ونحن القادة العسكريين أطراف التفاوض نؤكد بأننا سنقوم بعمل على ما اتفقنا عليه من جانبينا. Excellencies, ladies and gentlemen, first and foremost, I would like to thank all of you for your efforts to bring lasting peace to the people of Tigray and people of Ethiopia in general. يا أيها السيدات والسادة، أولا وأخيرا أريد أن أشكركم جميعا من أجل جهودكم
لإحلال السلام لشعب تيغراي وشعب إثيوبيا بشكل عام، ولقد تقاتلنا لعامين كاملين لحماية شعبنا ما هو عزيز علينا. لقد عانينا الكثير ولا زلنا نعاني. العهود التي قمنا بها اليوم لكي نضمن نهاية معاناة شعبنا. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث الرسمي نيت برايس أنهم يرحبون بإبرام الاتفاقية التي تشمل وقف الأعمال العدائية ودخول المساعدة الإنسانية التي تمت بعد لقاء القادة العسكريين من قبل الطرفين المتفاوضين. الاتفاق الذي بدأ بالانعقاد منذ الثاني من شهر نوفمبر في مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، وأعرب أن على الخدمات الأساسية أن تعود ومساعدة الجهات المتضررة بسبب النزاع في إقليم عفار وأمحرة أيضا. وكما يعلم أن الولايات المتحدة هي أكبر دولة ترسل المساعدة الإنسانية للذين هم في أمس الحاجة إليها، وحماية المدنيين من أي جهات مسلحة في إمكانها أذيتهم، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين. وشكر الجهود المبذولة التي ساعدت في استكمال هذه الاتفاقية، وختم بقوله أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في دعم الأطراف حتى إحلال السلام بالكامل، وقال أنه لا يزال هناك عمل لننجزه، لكن الخطوات التي نسير بها حتى الآن موعودة. وحتى مع هذه التصريحات هناك بعض الأمور التي لم يتم توضيحها، وكان هناك بيان للجمعية العالمية للعلماء المهنيين في تيغراي تقول فيه أن على الرغم من أنها تقر بعملية السلام المستمرة بما في ذلك الإعلان الأخير لكبار القادة من كلا الطرفين لتنفيذ الاتفاقية في نيروبي، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق من أن محادثات السلام الجارية لم تكشف بعد عن وسائل موثوقة للانسحاب الفوري وغير المشروطة والمتحققة الدائمة للقوات الإريترية من تيغراي ومن أجزاء أخرى في إثيوبيا، وأيضا عن توفير الدفق الإنساني غير المقيد واستئناف الخدمات الأساسية في الإقليم. وصرحت أنه برغم من مضي 10 أيام منذ اتفاقية بريتوريا إلا أن القوات الإريترية حافظت على الوجود العسكري المكثف في تيغراي ورفعت مستوى هجماتها العشوائية على المدنيين. حتى الآن الاتفاقية التي تتم يبدو أنها تتوجه إلى الطريق الصحيح، لكن كما يعرف أنه لم تصل إلى الإقليم أي من المساعدة الإنسانية أو الطبية، ولا تزال القوات الأجنبية أو بقول آخر الجيش الإريتري لا يزال يتمركز وتستمر بأفعالها العدوانية في مختلف المناطق في إقليم تيغراي.